دانييلا رئيسة العلامة التجارية لجي ام سي الشرق الاوسط. دانييلا، كيف تتوقع الشركة من براند جي ام سي في السوق السعودي والسوق الخليجي خلال 5 سنوات القادمة؟ Well, firstly, we have a long, rich history in the Middle East. As you know, we've been here for over 94 years. And for us, it's the commitment to the region by putting the customer at the center of everything we do. So for GMC, with our history, as you know, GMC has a long history in the region. And Sierra in particular holds a lot of value for us, especially in the Saudi region. Along with Yukon, we've done really well in that market. The Saudis love what GMC stands for, the heritage behind that, and the fact that we are a professional grade. And for us, in everything that we do, whether it is in the way that we launch our cars or the materials, the capability of our cars, we definitely do everything like a pro. Thank you so much. Thank you so much. وهنا جي ام سي عارضين الاكاديا. اكاديا فئه الاي تي 4 اللي هي الفئه الرياضيه للاوفرود، في فئتين فوقها فخمه لكن موجود فيها كل المواصفات اللي ممكن تحتاجها. اكاديا اي تي 4 2020 ما تغير شيء عليه كثير، غيروا بس الوجهيه والخلفيه، يعني نقدر نقول فيس ليفت. علامة جي ام سي الجديدة، شمعات جي ام سي مجرد ما تشوفها تعرف انها من عائلة جي ام سي، صحيح غير الشكل بس الدي ان اي واحد. 84 لما نقول 84 هذه فئة صنعت للخليج، فئة تتكلم عن فئة رياضية، ما هي فخمة لكن فيها مواصفات، ما هي فخمة لكنها تعطيك احساس رياضي مثل ما قلنا، اي احساس رياضي او اي شركة تبغى تسوي سيارة رياضية لابد انها تخلي بدال الكروم اللي يعطي فخامة اسود، دخول ذكي للاربع ابواب كاملة، جنوط بحجم 20 انش، خلونا نشوف الاكاديا من جوا بعدين نقفلها من ورا. اول ما تركب الاكاديا بتشوف كل شيء اسود الا المراتب باللون البرتقالي، هنا في حاجة كانها كاربون فايبر بس ما اعرف وش هي. تبريد تسخين مقاعد، الدرايف مود في فئة أو عفوا وضعية للقيادة على بالجبال، وضعية للسحب، وضعية سبورت، وهذه وضعية الدفع الرباعي والدفع الثنائي اللي هو أكيد بيكون أمامي، نظام المنحدرات، تنبيه الخروج على المسار، والجير. الجير وين الجير؟ يا الجير وين الجير؟ الجير شفه أزرار، وش فائدة أزرار مثل ما شفناها باقي السيارات من ضمنها سوناتا على سبيل المثال، يحط لك مساحة تخزين هنا واسعة جدا، تحط فيها مناديل، تحط فيها يمكن تلمس شاهي لو بغيت. هذه الشاشة صغيرة جميلة باختصاراتها، هذه الطارة جميع المواصفات اللي تحتاجها موجود فيها، ما فيها هيد اب ديسبلاي بس فيها لمبة صغيرة تحذرك من الاصطدام ومن غيره من الامور. هذا الاستخدام للتكييف، مناخ مستقل للراكب عن السائق. هذه اللمبات جاية باللون الابيض، وهنا الفتحة. طبعا السيارة ما هي بانوراما بس جاية بفتحتين، فتحة هنا وفتحة آخر شيء ورا، لو تبين تشوفونها بتقدرون إن شاء الله. هذه الشاشة وهذا شكل الطبلون تقريبا، الطبلون كله جلد بستيتشنج برتقالي نفس المراتب. طبعا التمدة ما هي بانوراما لكن خلنا نقول فتحة، ورا آخر شيء فيه قزازة أو فتحة ثانية تعطيك رؤية أفضل وانشراح داخل الموتر. لو تركب في المرتبة الأخيرة أنت بتشوف، طبعا السيارة تجيب 3 أسيات. خلونا نشوفها من ورا. حسب كلامهم انهم مع الفيس ليفت غيروا الرفارف من قدام ومن ورا، فمعطيها البودي لو تشوفون الانحناء هذه معطيتها شكل جميل جدا. هذا شكل السياره من ورا بكروم يوصل الاسطبات في بعضها، حساسات اكيد من ورا، شكمانين مفصوله، وهذا طريقه فتح الشنطه الكهربائيه. مثل ما قلت لكم فيها مواصفات كثير بس ستيل السياره ما هي فخمه، في فئتين اعلى منها، هذه فئة رياضية. طي المراتب هذه الطريقة بيكون على طول تنزل المرتبة، وهذه المرتبة الثانية تطلع عندك مساحة تخزين هائلة بالإضافة إلى الدرج هذا تقدر تحط فيه عدتك الصغيرة. تجي السيارة بمحرك 6 سلندر، تنفس طبيعي 3.6 لتر يعطينا 310 حصان و367 تورك على جير 9 سرعات. السيارة، الونيت، الحوض، الصحن، يسمونه مسميات كثيرة عندنا في الخليج. هذا الـ 84 سنجل كاب أو الغمارة واحدة
8 سلندر ما يجي الا عندنا. 84 حاطين عليه ابجريد شوي ومعطينا سسبنشن اطول وافضل للبر، يزيد عن باقي الونيتات عند جنرال موتورز 2 انش عن غيرهم. خلونا نصور هذا، هذا طبعا للعرض، ما هو بعد ما سالناهم، هذا للعرض بس حلو الفكره صراحه. حاطين القلص، شوف صور القلص، هذا القلص حوض، عباره عن حوض للسيارة، وهنا السيارة، هذا السيارة بعد ما سألت عن مكينة طلعت 6.2. سألتهم هل هو هاف ديوتي؟ قالوا لا، الموديلات الجديدة هذه تقدر تطلب من الوكيل انه 1500 للاستخدام العادي، مو بالاشغال الثقيلة للسحب للجر للتحميل، تقدر تطلب منه المكينة 6200 سي سي او 6.2 لتر بجنوطه الكبيرة. طبعا شوفوا حاطين عليه زي التمويه، التمويه هذا يشكل الخرائط اللي جربوا فيها السيارة، أو الفكرة المستوحاة في هالسيارة هو الخليج، الحرارة، البر، النفود، الطين، الحجر، طريقة استخدامنا يا الخليجيين لهالسيارات حاطينها لك. يعني تبي سيارة أوفرود مكينتها قوية فخمة من داخل، هم بالضبط مسوين لك كذا، حاطين لك كل المواصفات اللي أنت بيها، بتطريزات جلد، بمواصفات عالية جداً، قريبة جداً المواصفات الدينالي، بس من برا الموتر مو بدينالي، من برا الموتر تروح به للبر، عليه رفارف وكفرات ودعاسات حديد تتحمل الصقع والحجر والدنيا. طبعاً كيف تميز من الوجهية أن السيارة هذه 84؟ بتميزها بالهوك اللي موجود، إذا كان لونه أحمر يعني السيارة 84، هذا إذا أنت ما ميزت أن السيارة مرتفعة عن باقي سيارة. طبعا كل اللي موجود الحين تشوفونه من اكسسوارات هذه موجودة يوفرها الوكيل، بس لازم تطلبها، زي الرفارف، زي الكبوس هذه، زي الدعاسة اللي تحت تكرمون، وهذه برضو للسيفتي مثل ما قلنا، البار الليد هذه موجودة عند الوكيل، كل شيء قاعد تشوفه موجود عند الوكيل، تطلبه يوفره لك وعليه ضمان، إلا الدباب طبعا، لأن الدباب ما هو تبع الوكيل. شوف هذه فكرتها جميلة جدا، عجبتني والله. وهذا الساوند سيستم بعد تقدر تطلبه من عند الوكيل، سماعات بلوتوث تقدر تشبكها اذا انت في البر او طالع منه ولا منه. هنا في يو اس بي واي او اكس، هذه ما هي من المصنع لكنها من عند الوكيل، تقدر تطلبها.